يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة متابعينا ومشاهدينا في كل مكان في العالم. بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تسعدوا معانا من خلال متابعتكم ليها. وكالعادة عندنا كلام كتير نتكلم مع حضراتكم فيه وكتير من المستجدات، ولكن اسمحوا لنا في البداية إن احنا طبعا قبل ما ندخل بقى معاكم في موضوعنا أو موضوعاتنا وفي أخبارنا لازم نتوجه أكيد بأحر تعازينا لقداسة البابا تودروس الثاني، يعني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، ونتوجه بخالص تعزينا لشعب الكنيسه المصريه ولكل اهالينا من يعني من المصريين المسلمين والمسيحيين، لان طبعا كالعاده في النوع ده من الاحداث احنا صعب جدا نفرق بين الحزن اللي في بيت مرقص وبين الحزن اللي في بيت مصطفى، يعني الاثنين بنفس المستوى، صعب نعرف مين المسلم ومين المسيحي، بتبقى احداث مؤسفه جدا خصوصا لما تكون متعلقه بدور العباده، وخصوصا كمان لما يكون جزء كبير من الضحايا من الاطفال. فالحقيقه مصاب جلل اللي يعني كلنا اتصابنا بيه امبارح نتيجه طبعا حادث كنيسه ابو سيفين في منطقه المنيره الغربيه في امبابه في منطقه الجيزه. خالص تعزينا لنفسنا كمان الحقيقه نهاوند قبل ما نكون بنعزي الناس. هقول لك على حاجه، طبعا صباح الخير في البدايه على حضراتكم، اكيد بنعزي انفسنا، لكن انا امبارح مع الراي اللي قال لك ما فيش حاجه اسمها بنعزي اخواتنا المسيحيين، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، ما فيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم، انا ما بحبش اللهجه دي، وهتكلم بمنتهى الصراحه، احنا بنعزي نفسنا كمصريين، مالناش دعوه ديانتك ايه، في الاول وفي الاخر محدش بيختار ديانته، فما فيش حاجه اسمها كده، في مصريين ماتوا، ماتوا في كنيسه، ماتوا في جامع، ماتوا في الشارع، ماتوا في البيت، ده حادث حصل وعلى اثره تم يعني تقريبا 41 قتيل لحد تقريباً دلوقتي تقريبا، وللاسف معظمهم اطفال. انا بتفق معاك، امبارح كانت حاجه يعني توجع القلب طبعا. لان كمان في ام كانت بتبكي يا كريم لان هي فقدت ثلاثه من اولادها مره واحده. ربنا يصبرها. فيديو كان يوجع القلب فعلا طبعا. انا اتفرجت عليه، حاجه ما كناش ابدا ابدا نتمنى ان هي تحصل، لكن لحد دلوقتي الملابسات ما حدش عارف بالظبط ايه السبب، هل هو فعلا حاجه في الكهرباء او حاجه مقال يعني ده اللي يعني في مشكله فنيه حصلت يعني، ومش هنتطرق لده بغض النظر عن ايه السبب، وقدر الله ما شاء فعل، ولكن قدر الله فعلا ما شاء فعل، بنعزي انفسنا ويعني يا رب ما تتكررش حاجات زي كده تاني. الوجع اللي احنا شفناه من الاهالي في الفيديوهات ما فيش حد تقريبا ما فقدش طرف معاه، الواحد رايح يصلي طبعا. بيصلي زي ما بتقال حاجه امبارح، حد كان كاتب حاجه يعني بتغمض عينك تصلي بتفتحها تكون بره الدنيا اصلا، فسبحان الله يعني حاجه اكيد ماساويه جدا. بنعزي حضراتكم، بنعزي انفسنا زي ما كريم كان بيتكلم وبدانا مع حضراتكم، كان لازم ان احنا ننعي انفسنا في بدايه الحلقه النهارده. طيب كالعادة حلقتنا هتكون جزئين، الجزء الأول هيكون عندنا كتير من الأخبار والموضوعات نتكلم مع حضراتكم فيها والصحافة الرياضية وآخر المستجدات في فروع النادي الأهلي المختلفة إلى آخره، والجزء الثاني برضو كالعادة هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هينورنا من خلالها كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، وتاني وآخر فقراتنا هتشرفنا دكتورة ريهام الحياوي استشاري التغذية العلاجية، وموضوع أعتقد أنه هيهم كتير جدا من حضراتكم. الحقيقة قرر طبعا يعني رجوعا للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي ارتداء الفريق لشارات سوداء في مباراة الأمس، أكيد حدادا على ضحايا الحادث. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب نعى ضحايا الحادث وقدم خالص العزاء لأسرهم، وجاء في نعي النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة الشهيد أبي سيفين، وإذ يعرب النادي الأهلي عن ألمه العميق لهذا الحادث الجلل الذي أوجع قلوب المصريين وأدماها، ويتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى كل الأخوة المسيحيين، داعيا الله أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ بلادنا وينعم عليها بالسلام والرخاء، اللهم أمين يا رب العالمين. امبارح كان في برضه مشهد محترم، لان الاحداث اللي زي دي يا كريم لما بتحصل بعد كده التكاتف اللي انت بتشوفه اللي هو لازم بيكون موجود ومطلوب بالمناسبه، حاجه طبعا اساسيه ان احنا نبقى في ظهر بعض لما بنمر بكبوات زي كده. كان في مشهد محترم امبارح لان كان في تكاتف من الجميع، ونتكلم هنا جميع انديه وهيئات ومؤسسات الدوله، ويمكن ده ظهر كمان في ماتشات امبارح، كان في ضيق حداد على ارواح ضحايا حريق الكنيسه، وكمان انديه عالميه بالمناسبه، يعني عندك نادي ليفربول برضو نعى ضحايا الحادث، ومحمد صلاح تحديدا والنني تفاعلوا مع الحدث ده بشكل برضو كبير وقدموا التعازي. الحادث حادث مؤلم زي ما كنت بقول لحضراتكم، ربنا يصبر الاهالي، حاجه صعبه أمين. جدا انا طبعا. تاني هعيد المشهد بتاع السيده اللي داخله بثلاث اطفال عشان تصلي بيهم، تطلع الثلاثه مش معاها، يعني حضراتكم متخيلين قد ايه ده
شيء قاسي جدا، وهنقول اختبار من عند ربنا، ربنا يصبرها، بس هو اختبار صعب. أمين. يعني ما حدش يقدر عليه تقريبا الا ناس ربنا هو اللي بيختارهم. بقى شيء صعب جدا ابقى داخله بثلاث اطفال ما طلعش ولا واحد منهم، في اسره كامله وفي كمان، وكان والدهم كمان عرفت ان هو توفى من قبلها، فالست بطولها دلوقتي، وغيره يعني غيره من الناس برضو اللي فقدت اهاليها. انا بس بقول لحضراتكم اكتر مشهد اعتقد اوجع الناس، لان امبارح الست كانت منهاره تماما. الواحد مش عارف الحالات اللي زي دي يقول ايه، بس حاجه اكيد صعبه جدا. هنعدي لان لازم الدنيا بتستمر، لكن قلوبنا مع حضراتكم، وبنعزي تاني اهالينا اللي فقدوا يعني ذويهم واللي فقدوا اولادهم، وبنقول لهم ان احنا معاكم. والمشهد كان محترم جدا امبارح، لان كان في تكاتف من الشعب المصري. طبعاً جميل كالعادة يعني كالعادة، ما يبقى في حاجه حلوه لازم نتكلم عنها كالعاده طبعاً. واللي يقول غير كده يبقى بني ادم مش موجود معانا. وما يحصل وقع مصيفه في احد المساجد، لازم تلاقي فيه حد من المسيحيين طرف في محاوله تاني الانقاذ. تاني احنا مصريين طبعا، نقطه، مفيش حاجه تانية. اللي عنده حاجه تانية يبقى بعيد عننا، احنا مصريين. الحقيقه على كل الواقع ده بيتجلي قوي في المواقف والاحداث اللي من النوع ده. كنت لسه بقول ان هوند ان يعني تقريبا ما فيش مره كان في وقع مؤسفه ما يعني حصلت في احد دور العباده احد المساجد، غير لما نلاقي مثلا في مواطن مسيحي دخل وكان من اوائل الناس السباقين عشان يحاول ينقذ. امبارح الوضع كان معكوس، شاب مصري اسمه محمد يحيى على حد علمي يعني رمى نفسه تقريبا في وسط النار عشان ينقذ ما يمكن انقاذه تحديدا من الاطفال، واللي خلى العدد يعني الوفيات من الاطفال كبير ان كان في حضانه ملحقه بالكنيسه. فالحقيقه يعني كالعاده المصريين كلهم بيتوحدوا على قلب رجل واحد في الحالات اللي زي كده، فربنا يلهمهم الصبر والسلوان طبعا، ويعزي قلوب اهاليهم، واكيد خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين في هذا الحادث الأليم. امين يا رب. طيب تعالوا بقى نروح لمباراه الامس، والحقيقه كلنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش واحنا على اعصابنا. مباراه المقاصه في الدور ثمن النهائي من مسابقه كاس مصر، وانا بقول لكم كلمه على اعصابنا الحقيقه لاكثر من سبب، يمكن اهمها ان دي يعني طبيعه مباريات الكاس، مباريات ملهاش كبير، ملهاش اي توقعات، لان الدوافع بتكون واحده عند الفرقتين يعني، وهي طبعا الوصول لابعد نقطه ممكنه في البطوله. الامر الثاني يعني كلنا عارفين هو حاله الاجهاد الغير طبيعيه اللي اصابت حوالي 80% من قوام الفريق الاساسي، واللي ابتدت معاه خلال مباريات الدور الثاني من الدوري، وكانت طبعا سبب في خساره العديد من النقاط المهمه جدا، وعشان كده جاء قرار الدفع بالبدلاء والناشئين. السبب الثالث ان انت مبدئيا كده لازم تعوض جماهيرك خساره بطوله الكاس السابقه، الى جانب اخفاقات بطوله الدوري الموسم الماضي وضعف الفرص في الموسم الحالي، والبدايه تبقى بالفوز ببطوله الكاس طبعا تمهيدا للدخول في الموسم المقبل بقوه زي ما تعودنا. اكيد عندنا اكتر من تحدي الفتره اللي جايه، عندنا الدوري ودوري ابطال افريقيا، واعتقد ان النادي الاهلي من الفرق اللي يمكن القليله جدا في العالم اللي يعني بترجع مره تانية تقف على رجليها بسرعه، ومش بتتاثر قوي باي فترات اخفاق او اي كبوات باي حال من الاحوال. بص انا بتفق معاك بصراحه، لان انت بتتكلم على مدار التاريخ، انا دايما بحب استشهد بالتاريخ، لان انا ما بحبش ان احنا نطلع نتكلم عن نفسنا من غير ما نبقى عارفين احنا بنقول ايه او في بيز بنتكلم عليه. احنا على مدار التاريخ مش بنسمح لنفسنا ان الخساره تاخد كتير يا كريم من وقتنا. يعني احنا بيبقى عندنا اكتر من بطوله، ولينا فيها كمان طموحات اكيد مشروعه جدا، والبطوله او بطوله الدوري ما زالت برضو زي ما بتقال في الملعب، حتى لو كانت الفرصه صعبه او يعني اكتر من صعبه شويه، الامور برضو كلنا عارفينها ومش هندخل في تفاصيل يا كريم، وخلاص الناس اعتقد وصل لها كل اللي احنا عايزين نقوله واتكلمنا فيه كتير قبل كده يعني. بس انا عايزه اتكلم برضو عن مباراه امس، لان الماتش امبارح احنا شفناه امام المقاصه مش هقول ماتش حلو خالص، هو كان ماتش مقفول. ليه كان ماتش مقفول؟ وعلى فكره ده كان متوقع، احنا هقولنا الكلام ده. انت بتتكلم عن المقاصه، اكيد هذا الفريق عايز يظهر بشكل جيد كمان في ختام الموسم، تكلم ختام موسم بعد ما هو اتاكد برضو بلغه الارقام من هبوطه خلاص القسم الثاني. فهو امر معروف ومتعارف عليه ان اي فريق في نهايه المسابقه بعد بقى خلاص ما بيتاكد من هبوطه وكمان بيلعب قدام النادي الاهلي بيبقى عايز يعبر بشكل قوي جدا عن نفسه، لان كل لاعب ثاني بيكون عنده رغبه انه يكمل في الدوري ويلعب كمان لانديه في الدوري الممتاز. ده امر اعتقد طبيعي جدا. امبارح برضو لازم بصراحه بقى لو هنروح على الشق الاخر لازم نشيد باكثر من لاعب عندنا،
وقلنا الكلام ده يعني بجد من الشباب. عندك زياد طارق ومحمد فخري حاجه محترمه جدا امبارح، وإليوت يانج برده بالمناسبه ظهر بشكل كان رائع جدا. ان شاء الله الفتره اللي جايه نتمنى يكون فيه افضل، وناخد خطوه كمان يعني في مسابقه الكاس، ونركز جدا اننا نكسبها بقى الموسم ده، لان احنا مش واخدين على خساره بطولات كده اكتر من مره يعني. اه ممكن تحصل كده في فتره ما كل كام سنه، لكن لا تكرر يعني. صحيح. وبرده ده بيز على تاريخنا، فنتمنى العوده مره ثانيه للاهلي اللي احنا نعرفه، وبطولاتنا مكانها الطبيعي او البطولات مكانها الطبيعي في دولاب عندنا النادي الاهلي. قلنا ان احنا بنبني مبنى ثاني ما صدقوناش، بس ده بيحصل. فيعني ان شاء الله خير. انا متفائله جدا بالموسم الجديد، بس الواحد عايز يشوف عوده للروح برده في الملعب. لسه يعني نتكلم فيها، لان برده الامور ما اتظبطتش ما ظهرت يعني. يعني لسه في طريقها يعني، في نتمنى زي وان شاء الله قريب جدا تلاقي كل اللي انت بتتكلمي فيه، كل اللي انت يعني بتأمليه متحقق ان شاء الله على ارض الواقع الفتره الجايه. من ضمن الاخبار اللي عايزين نعرفها لحضراتكم، اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم بالامس موعد اجراء قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية تحت سن 23 سنة اللي هتقام في المغرب في الفترة من 2 و26 نوفمبر من عام 2023، وطبعا المؤهلة بدورها لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أصدر الكاف بيان بموعد القرعة اللي هتقام في الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل 18 أغسطس 2022، ومن المقرر أن يشارك في البطولة 39 منتخب، وطبعا سيتأهل المغرب مباشرة باعتباره مستضيف هذه البطولة. شرح الاتحاد الافريقي جدول التصفيات واللي هيكون كالتالي: الجزء الاول اللي هو داخل وخارج ارضه ستقام خلال الفترة من 19 الى 27 سبتمبر 2022، الجولة الثانية ذهاب واياب ستقام خلال الفترة من 21 الى 23 اكتوبر 2022، وان شاء الله الجولة الثالثة هتكون اياب في الفترة من 20 الى 28 من مارس 2023. حلو جدا. تعالوا بقى ننتقل كريم للعبه اخرى، بنتكلم عن المنتخب الوطني لكره السله بس تحت 18 سنه اللي حسم نهائي بطوله امم افريقيا للشباب، كان بالفوز على منتخب مدغشقر. مباراه كانت حلوه جدا عشان يتوج فيها الفراعنه باللقب، وبجد بقول لحضراتكم اللي تابع المباراه، لا اداء رائع بجد. انا بحب جدا كمان لما تيجي تتكلم عن نشأة في اي رياضه، بتحس ان هو ده مستقبل يعني الرياضه عندك طبعًا. او مستقبل الفريق الاول، مستقبل المنتخبات بتاعتك، فكويس جدا اللي بيحصل ده. يعني عايز اقول لكم من البدايه كان تمكن المنتخب المصري طبعا بقياده المدير الفني كابتن عمرو ابو الخير من السيطره كان بشكل كبير جدا على مجريات المباراه امام مدغشقر. وعلى فكره مدغشقر بالمناسبه يعني تقيله، ما هياش كده او منتخب خفيف، لا منتخب تقيل جدا. وطبعا مدغشقر مستضيف المسابقه او انتهى بالفوز بالحمد لله بسكور حلو قوي يا كريم. انت بتتكلم فيه جاب كبيره 81-54. يعني جاب كبيره. وبالمناسبه احنا كنا اتكلمنا امبارح طبعا عن منتخب الشباب اللي احرز الميداليه الفضيه، فجهد محترم من شباب السله، ونقدر نقول ان هم بكده حققوا او حقق المنتخب المصري للناشئين اللقب السادس في مسيره مشاركه الفراعنه في بطوله افريقيا للناشئين، وده يعتبر انجاز جديد طبعا للرياضه المصريه. مبروك علينا يعني جميعا. هي يعني انجاز طبعا محترم جدا، ويتماشى جدا مع فكره ان المدير الفني هو كابتن عمرو ابو الخير، واللي من حضراتكم يعني من متابعي ومن محبي كره السله، فهو عارف كويس قوي يعني قيمه هذا الاسم، لان احنا بنتكلم على واحد من ظواهر كره السله المصريه في فترات مش قليله، وكان احد المع نجوم المنتخب المصري لكره السله، فطبعا خالص تهانينا ليه وطبعا كل الفريق اللي معاه. نروح بقى لنجوم السكواش المصري وتالقهم في بطوله العالم للناشئين لتحجز مصر 7 مقاعد في الدور نصف النهائي بعد تخطي منافسات الدور ربع النهائي واللي اقيمت في فرنسا، ومن المقرر ان تستمر حتى يوم 21 من اغسطس الجاري. حصدت الناشئات العلامة الكاملة بتأهل 5 لاعبات، كمان تأهل من الناشئين عمر عزام ومحمد زكريا، هما الاثنين تأهلوا إلى نصف النهائي، وطبعا إنجاز رائع جدا. تعال بقى نروح للخبر اللي جاي ده، عشان حاجة مفروض إن هي في الملاعب بره مش كومن، ممكن تبقى في الداخل في بعض الدول كومن، لكن هناك مش كومن، لأنها حصلت يعني اتكررت بس كل فين وفين. أيوة. كانت لقطة مهمة جدا بصراحة وغريبة في البريميوم ليج، والأزمة اللي حصلت كان بين توماس توخل وأنطونيو كونتي، مدربة طبعا بتكلم عن تشيلسي وتوتنهام. خلال المباراة امبارح انتهت هي المباراة انتهت اول اوفر يعني او بالاجمالي كده بالتعادل الايجابي 2-2، كان ده الماتش. لكن في الجولة الثانية
بنتكلم طبعا الدوري الانجليزي الممتاز، حصل حاجه غريبه ودي لاول مره تحصل من فتره طويله، انا باكد على هذا الكلام، بعد لما مفروض الحكم يا كريم اطلق صفاره النهايه خلاص الماتش خلص، حصل اشتباك بين كونتي وتوخل في لقطه، يعني لو هنتكلم على تاريخ كده رجعتنا الاحداث، كان في مشاجره برضو حصلت قبل كده بين مدربين خارج الحدود، كانت برضو في البريمير ليج بس قليله، كان مثلا على سبيل المثال كان وقتها يورجن كلوب طبعا مدرب ليفربول الشهير، وخوسيه مورينيو كانت برضو حاجه ما تتنسيش مدرب روما طبعا الحالي والشهير جدا، وكان توتنهام وتشيلسي كمان السابق طبعا اسم له كل الاحترام وله القيمه، عارف حد يبقى ليه قيمه وقامه كده وبعدين يحصل حاجه زي كده غريبه. القصه ايه اللي حصل؟ ان هو خرج تشيلسي مفروض متقدم بهدف دون رد في الشوط الاول، ده كان الشوط الاول، بعد كده مع بدايه الشوط الثاني سجل توتنهام هدف التعادل عشان يروح بعد كده توخل طبعا مدرب تشيلسي للحكم، وكان الحكم الرابع وقتها عشان يعترض على الهدف، هو راح عادي يعترض خلاص، لكن تفاجأ ان هناك كان موجود كونتي، فهو ما كانش يعرف ان هو موجود، ده رايح يعترض فالتاني كان موجود، فحصل اكيد بالتالي مشاجره بينهم لان كونتي كان بيحتفل اكيد بهدف التعادل. برضو وقتها لما حصل هذا الصدام الحكم بطبيعة الحال أشهر بطاقة صفراء للمدربين، وده للاشتباك الشديد اللي كان ملفت اللي حصل بينهم واللي أنكومن أو يعني مش طبيعي، يعني مش طبيعي برضو لأن الاثنين زي ما كنت بقول لحضراتكم ليهم أسماء وقامة طبعا. فمش طبيعي أن يحصل حاجة زي كده. أضاف وقتها كمان تشيلسي أو بعدها الهدف الثاني علشان يتجه بعدها توخل لجماهير البلوز المتواجدة خلف كونتي عشان يحتفل معاهم، لكن تم تصوير بقى الموضوع بأن دي محاولات البعض فسرها استفزاز يعني ليه مدرب توتنهام اللي احتفل بالهدف الثاني ليه برضو في الدقيقة الأخيرة من المباراة واللي انتهت بعدها زي ما كنت بقول لحضراتكم بالتعادل، لكن واضح أن الاثنين يعني أو في ما تفهمش بقى هل في امور خفيه في حاجات اكتر من اللي احنا شفناها، لكن تقل بعد النتيجه اتجه لتحيه كونتي، لكن الاخير كونتي ما رضيش ان هو يبص له اصلا، ومن هنا تم اشعال الازمه مره ثانيه علشان اضطر الحكم اشهار الكارت الاحمر امام كونتي، يعني حاجه غريبه جدا، لكن هو اكتفى بتحذير توخل بعدم التوجه اليه، يعني خاصه المباراه كمان كانت داخل الخطوط انتهت بالتعادل 2-2، وكان امر برده تاني هرجع اقول لحضراتكم غريب، والناس حتى على تويتر تحديدا كانت كتير كاتبه تويتس اللي هو يعني مش مشهد كومن تاني، اتنين قامات كبيره طبعا. حاجه زي كده تحصل واعتراض كمان، خلي بالك اعتراض واضح ان التحكيم فيه مشكله السيزون ده، بتتكلم على الله اتعادوا مننا يعني ولا ايه يعني فاهم مش كومن قوي ان يحصل شجار، يعني ممكن يكون الكيسز اللي انا حكيتها لحضراتكم حصل فيها شجار قبل كده، بس ان يحصل شجار على اعتراض مدرب على قرار من الحكم او على هدف معين دي مش كومن قوي في البريمير ليج، فلا في علامات استفهام طبعا غريبه شويه، بس ده اللي كان حصل صحيح يعني. ما بتحصلش كتير، ولو لا. حصلت ما بتتصاعدش للدرجه مش الدرجه دي خالص، ولو حصل وتصاعدت عاده ما بيكونش الطرفين اثنين من اصحاب الاسماء الثقيله في دنيا الاداره الفنيه والتدريب. طيب كالعاده بعد درجات الحراره بنروح فاصل وبنرجع نستكمل مع حضراتكم اخبار النهارده، معانا لسه اخبار كتيره جدا خاصه اكيد بالنادي الاهلي وكمان الرياضه المحليه والعالميه، خليكم معانا. نرحب بحضراتكم مره كمان وخلينا نتابع دلوقتي ميعاد اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه وزميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم الموجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير، بنرحب بيك انا وكريم واكيد دلوقتي كل الساده المشاهدين، خلينا نعرف منك طبعا عن اخبار النادي الاهلي الاخيره الخاصه بالفرق وغيره، ولو عندك اي برضو تفاصيل دلوقتي على توافد يعني الاعضاء يا ريت برضو تقول لنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، الفريق هيواصل تدريباته بدون راحة سلبية طبعا بعد مباراة مصر للمقصة واللي انتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 1-0، وبكده يكون ضمن الفريق مقعد في ربع نهائي البطولة. زي ما قلت الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي جدا النهاردة،
تجمع الفريق هيكون الساعة 4 والمران هيبدأ الساعة 5 مساء استعدادا بقى للمرحلة المقبلة والمباريات القادمة. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى. طبعا في البداية بهنئ منتخب شباب مصر طبعا بعد فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لأن هم عملوا مباراة كبيرة جدا أمام منتخب المدغشقر قدروا ينهوها لصالحهم بنتيجة 81-54. شهدت المباراة الحقيقة سيطرة كاملة من منتخبنا للشباب، طبعا ببارك لهم مرة تانية. يعني خليني كمان أقول لكم إنه سداسي النادي الأهلي كان مشارك مع المنتخب، يعني اللاعب بيبو زهران، اللاعب كريم الجزاوي، اللاعب سيف هنداوي، محمد طارق خيري، يوسف حامد، وعلي وحيد. ببارك لهم طبعا وببارك لكل المصريين. خلونا بقى نروح للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم للموسم القادم، لأن هم يعني بيستعدوا بشكل قوي جدا، عندهم هدف واحد وهو التتويج بجميع البطولات. وكان كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني للفريق قرر الحقيقة تصعيد اللاعبة الشابة والموهبة الكبيرة جدا، يمكن شفناها كمان الموسم الماضي، اللاعبة مي غزال للفريق الأول. يعني يمكن هي كان تم تصعيدها الموسم الماضي لكن ما كانتش بتشارك بشكل أساسي مع الفريق. اللاعبة بتشغل مركز السنتر، إن شاء الله الموسم ده هنشوفها بتشارك بصفة مستمرة وإن شاء الله تكون إضافة كبيرة لفتيات الذهب. خلونا بقى نروح لشباب كرة الطايرة وأيضا منتخبنا للشباب تحت 21 سنة. طبعا زي ما احنا عارفين ان بطولة كأس الأمم الإفريقية بدأت منافساتها في تونس، يعني من يوم 13 حتى يوم 23 أغسطس. كمان كان تم الإعلان عن القائمة واللي بيشارك فيها رباعي فريق النادي الأهلي، اللاعب زياد أسامة، اللاعب حمزة حمدي الصافي، اللاعب عبد الله سرور، واللاعب محمد ياسر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وبنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله زي ما باركنا لمنتخب الشباب لكرة السلة كمان نبارك لشباب كرة الطايرة بالتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية. خلونا بقى نروح للعبة كرة اليد ولاعبة جديدة بتنضم لصفوف فريق سيدات كرة اليد، اللاعبة دينا هاني. يعني طبعا هي لاعبة منتخب الأردن وأيضا قادمة من فريق الطيران، إن شاء الله تكون إضافة كبيرة جدا للفريق. زي ما احنا عارفين طبعا إن الفريق بيستعد بشكل كبير جدا للموسم القادم، يعني كان كمان تم الإعلان عن التعاقد مع أكثر من صفقة. طبعا اللاعبة تؤى كامل وأيضا التونسية اللاعبة سعيدة رجب، بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يكون موسم استثنائي ويقدروا يحصدوا جميع البطولات. أخيرا بقى نروح للعبة تنس الطاولة وبالتحديد بطولة الجمهورية، واللي الحقيقة شهدت سيطرة كبيرة جدا من رجال النادي الأهلي، يعني قدروا يحصلوا على الأربع مراكز الأولى في البطولة. في المركز الأول اللاعب يوسف عبد الله العزيز، المركز الثاني اللاعب محمد البيلي، في المركز الثالث اللاعب محمد عادل شمان، والمركز الرابع اللاعب خالد عصر. يعني طبعا ببارك لهم وببارك لكل الأهلوية وإن شاء الله بنتمنى لهم مزيد من التألق. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا لهذه التغطية من زميلتنا العزيزة ومتألقة فعلا هنا أبو القاسم، بحبها قوي من المذيعات الشاطرين واللي تحب تسمعهم كمان جداً عندنا جداً فعلا جدا جدا. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على الصحافة الرياضية وتحديدا على جريدة الشروق، حيث تتواجد حاليا زميلتنا العزيزة نورهان طمان، وتعرفنا كده وتقرأ معنا أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، واللي من ضمنها خبر أعتقد أنه جه في موقع يلا كورة لو أنا مش غلطان، والخبر ده مرجعيته الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي تأكيد أنه مش هيكون في تغيير في نظام الدوري الموسم اللي جاي. ده العنوان، التفاصيل بقى هنتعرف عليها حالا. صباح الفل عليك نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة الشروق زي ما قلت يا كريم، معانا اخبار الرياضية، الاخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. واول خبر معانا فعلا من موقع يلا كورة عن نظام الدوري. ناس كتير جدا تسألت حول يعني الموسم الجديد هيكون شكله ازاي، وكان في اقاويل كتير انه شكله هيتغير، وانه روي فيتوريا، ناس قالت ان روي فيتوريا طلب تغييره، وناس قالت لا روي فيتوريا مصمم على لعب الدوري بنفس الشكل. إيهاب الكومي عضو مجلس الكرة المصري يمكن يعني رد في تصريحات رسمية أمس نقلتها اليوم، نقلها موقع يلا كورة بعنوان اتحاد الكرة لا تغيير في نظام دوري الموسم المقبل واستكمال الكأس خلال توقف المونديال.
زي ما قلنا لكم إيهاب الكومي عضو السيد إيهاب الكومي عضو مجلس اتحاد الكرة المصري قال إنه لا مساس ولا تعديل في نظام الدوري، هيقام على دورين بمشاركة 18 فريق. كمان قال إنه الدوري الموسم الجديد هيبدأ يوم 16 أكتوبر المقبل وفتح باب القيد أول شهر سبتمبر القادم. كمان في تصريحاته والبيان الرسمي عن اتحاد الكرة قال إنه الدوري سيتوقف خلال مونديال قطر، وإن هم خطبوا الفيفا لاستكمال كأس مصر في هذه الفترة ولم يتم الرد حتى الآن. وتاني خبر معانا من موقع جريدة الشروق، ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز على الميريا في الدوري الأسباني. قلب ريال مدريد طبعا في ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري الأسباني تأخره بهدف أمام نادي الميريا الأسباني الصاعد حديثا من الدرجة الثانية لفوز بهدفين مقابل هدف. يمكن كانت مباراة مثيرة، طبعا تقدم الميريا في الشوط الأول وظل متقدما في الشوط الأول على بطل الموسم الماضي وبطل دوري أبطال أوروبا وأيضا بطل السوبر الأوروبي، إلى أن طبعا حقق ريال مدريد التعادل في الدقيقة 61 وثم ديفيد ألبا في الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 74. وثالث خبر معانا من موقع اليوم السابع، ويمكن اخبار غريبه جدا عن ميسي ورونالدو في الفتره الاخيره بنتابعها بعد ما كانوا الاثنين هم ملوك الكره العالميه، ولكن يعني يمكن دوام الحال من المحال. واول يعني يمكن الغيث لميسي خروجه من الترشيحات للبالون دور والكره طبعا الذهبيه. ويوم السابع عنونت في تقريرها عن ميسي اليوم: ميسي خارج قائمه اغلى خمس لاعبين في القيمه التسويقيه لنجوم باريس سان جيرمان. طبعا يعني النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في تقرير اليوم السابع ذكر ان هو جاء في المرتبه السابعه من حيث القيمه التسويقيه بقيمه 50 مليون يورو. كمان يمكن طبعا نوه التقرير ان خروج ميسي كان مفاجئ من طبعا سباق البالون دور اللي يمكن هو يعد اكثر لاعب حصل على هذا اللقب 7 مرات منذ تاسيس البطوله قبل 66 عام. اخر خبر معانا، ومانشستر يونايتد ايضا وتين هاج بيدافع عن نفسه وبيلوم لاعبيه بعد الخساره امام برنتفورد ب4 أهداف دون رد، خساره قوية جدا على يعني مانشستر يونايتد، ودي تاني خسارة على التوالي منذ بداية الموسم، ودي طبعا كانت مباراة الجولة الثانية. تين هاج ألقى باللوم في المؤتمر الصحفي على اللاعبين، وبعنوان الشرق الأوسط عنوان تين هاج: لاعبو مانشستر ألقوا بخطتي في سلة المهملات. يمكن يعني حقق رقم سلبي طبعا المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد واللي كان بيعقد عليه أمال كبيرة جدا لتغيير حال أو وضع الفريق، ولكن بيتلقى هزيمتين في البطولة طبعا ودوري يعني وبيقع في آخر الجدول حتى الآن. خلينا كمان نقول لكم أنه قال في تصريحاته: قد يكون لديك خطة جيدة لكنك تلقي أو لكن اللاعبين ألقوا بالخطة في سلة المهملات. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع جريدة الشروق، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. ده احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طموان على التغطية الحلوة دي كالعادة، طبعا شكرا جزيلا ليك. طيب الفقرة الأولى كده خلاص خلصت، الفقرة الخبرية طبعا بما تحمله من أخبار مختلفة سواء يعني محليا أو عالميا وأخبار كمان النادي الأهلي. هنروح فاصل عشان نستقبل بعد الفاصل كابتن ماهر همام، وهنتكلم تحديدا عن ماتش امبارح وفيما هو قادم أكيد. وماتش امبارح زي ما احنا اتكلمنا في بداية الحلقة أكيد كأداء خلينا نبقى صراحة غير مرضي، أداء أكيد غير مرضي، لكن احنا حصلنا على اللي احنا عايزينه في النهاية وقدرنا ان احنا نفوز، لكن الوضع هيستمر كده ازاي ولا ان احنا هنقدر ان احنا نعود مرة تانية بروح النادي الأهلي؟ عايزين نشوف لاعبتنا زي ما احنا نعرفهم، عايزين نشوف أداء على الأرض، عايزين نشوف الأهلي اللي بيخلص المباراة على طول مش بيستنى. احنا بتوع 90 بلس، وعلى فكرة امبارح احنا في الدقيقة 92، لكن ده بيبقى في الماتشات التقيلة قوي لما بيبقى معاك يعني مع احترامي طبعا، بس انا بتكلم وفقا للأرقام بيبقى معاك خصم أرقامه حتى قريبة إلى حد ما، لكن تتكلم عن فارق كبير جدا ودرجة تانية، ففي حاجة مش مظبوطة، خصوصا أنتوا عارفين برضو هو فاز من أو يعني الزمالك فاز عليه بكام، السكور كان كام، فليه بيحصل كده؟ الوضع اللي جاي هيبقى عامل إزاي؟ ملف التحكيم أكيد برضو من الملفات اللي عايزين نناقشها بعد الفاصل، كل ده مع كابتن ماهر همام. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. وطبعا من المعروف أن لكل جواد كبوة، والحقيقة إحنا كنادي أهلي بنمر بالكبوة دي بقالنا فترة، ولكن كالعادة ولأنه هو النادي الأهلي العظيم الكبير
أكيد الكل هب عشان نمشي في أولى خطوات الإصلاح، وقد كان وإن شاء الله تكون نتيجتها مرضية بالنسبة لنا كلنا، لأن احنا كجماهير النادي الأهلي الحقيقة بطبيعة الحال أي شخص بينتمي وجدانيا لنادي أكيد ما بيحبش أن النادي يكون متعثر بأي شكل من الأشكال، ده بشكل عام، لكن بصفة خاصة وعند الأهلوية لا، الموضوع بيبقى كبير الحقيقة، ولكن إن شاء الله الكل يكون مرضي الفترة الجاية. على كل الأحوال زي ما هوندا قالت لكم وإحنا بنطلعكم الفاصل الأخير، إحنا يعني حققنا من خلال ماتش امبارح المرجو، وبطبيعة الحال أكيد الأداء ما كانش هو الأمثل، لكن إن شاء الله تاني ده هيتغير في الفترة اللي جاية. كل الأمور دي هنتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا كابتن ماهر همام اللي دايما بيسعدنا وبيشرفنا بوجوده معنا في البرنامج. صباح الخيرات عليك، أهلا بيك. الله يسلمك، ربنا يخليك. أهلا بحضرتك كابتن ماهر، وخلينا نبدأ كده بسؤال، لأن أنا نفسي عايز أعرف إجابة السؤال ده ليه، وهل تكررت برضو في أجيال قديمة ولو جيل حضرتك قبل كده ولا لا، أو بيبقى سببها إيه؟ فكرة التذبذب في الأداء، يعني مش هنقدر إن احنا نقول دلوقتي النادي الأهلي أداؤه سيء جدا، لأن احنا بنشوف مباريات بيتم الحسم فيها والمباراة بتخلص في الشوط الأولاني وبنجيب أكتر من هدف، ومباريات تانية بنشوف فيها أداء غريب جدا، نستنى لل 90 بلس بتاعنا بس الماتش ما بيبقاش مستاهل 90 بلس، يعني أنت ممكن فعلا تقدر تخلص على طول وما بيحصلش، فممكن نبدأ من هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما ذكرت كده نواند، فعلا يعني وانا لاعب مريت بالظروف الصعبه ديت، لكن كان في مقاومات تقدر تساعد ان احنا نطلع من الكبوه دي بسرعه، وانا مدرب برضك مريت بنفس الظروف مع اللعيبه، وقدرنا برضك ان احنا يعني كمنظومه رياضيه نقدر نطلع من النزول اللي هو او الدروب الطبيعي ده. فلكن المره دي طالت شويه، يعني العمليه زادت شويه، عمل يعني في قلق بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللعيبه، زي ما انت ذكرت وكريم ذكر ان احنا الهدف ان احنا نكسب الثلاث نقاط او في الكاس نروح لمرحله زي امبارح مثلا من دور 16 لدور الثمانيه، لكن اللي جاي برضك يقلقنا احنا كفنيين، يقلقنا يعني لو هنتكلم مثلا على الجانب الشق الاداري والمنظومه، منظومة مجلس الإدارة في الفترة اللي فاتت مش عايز أقول بيانات طلعت، لا تهديدات، والتهديدات كانت في صالح المنظومة بالنسبة للتحكيم والظلم اللي احنا وقع علينا الفترة اللي فاتت. كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبة وحفزهم ان هم يرجعوا لطبيعتهم مرة تانية، الجهاز الفني بيشتغل، مستر ريكاردو حط ايده على الطريقه، لكن استراتيجيه الطريقه لسه مش حاسينها او مش لسه هو البعض شايف ان الاداء ليس الاروع مع سواريش، يعني دور اللعيبه بقى. يعني دور اللعيبه بقى اللي هو يعني محتاج وقفه، يعني اللعيبه لازم تساعدنا، لان اللعيبه ديت معظمها كان عايز فرصه، اللعيبه ديت فيها بعض من الناشئين بيعتمد عليها الراجل اللي مش مؤثرين بصراحه، يعني بعض الخبرات اللي موجوده كمان لازم تساعد، فدور اللعيبه دور اكبر، لان مجلس اداره قام بالدور بتاعه والجماهير بتساند بشكل كبير جدا. الراجل الخواجه ريكاردو حط ايده على طريقه اللعب اللي تناسب الفتره دي والمجموعه دي، لكن التنفيذ بقى هنا دور اللعيبه، اللعيبه ليها دور كبير جدا. احنا اول مره نتكلم عن اللعيبه او اول مره نقول للعيبه لازم تشد حكم اكتر من كده، مش حاسين بالروح الروح الفنيه الحمراء اللي احنا متعودين عليها. يعني لو حنقول الناشئين هم لعبوا في مباراه الاتحاد وثبتوا وجودهم، لكن في مباراه المقصه امبارح عايزين الثبات ده، مش عايزين يبقى مره فوق مره تحت، بالظبط، تذبذب غير مفهوم، يعني غريب الشكل. فبرضك اللعيبه عليها دور كبير جدا، وانا يمكن هنا بتكلم على اللعيبه لان بقيه المنظومه يعني ما شاء الله واقفه بشكل كبير جدا في ظهر اللعيبه، فاللعيبه لازم تحس باحساس المنظومه ككل، تحس باحساس الجماهير. الفترة الأخيرة كابتن ماهر يعني احنا اتكلمنا كتير عن الظلم التحكيمي الممنهج، واتكلمنا عن كتير من الملابسات اللي أدت للكبوة اللي أنا كنت بتكلم مع حضرتك عنها من شوية، تلاحم المباريات والإجهاد العضلي والعصبي الموجود عند اللعيبة إلى آخره، ولكن هل كل العناصر دي تخلينا نحس بالغربة اللي احنا حسينا بيها واحنا بنتفرج على أداء لعيبة في الفترة الأخيرة؟ هل ده كفيل إنه يوصلنا لأننا نشوف اللي شفناه ده، ولا كان المفروض رجوعا لنقطة اللعيبة إن
الى جانب بقى كل التفاصيل اللي احنا بنتكلم عنها دي، لا اللعيبه ليها وضع تاني والروح لازم تكون حاضره ايا كانت الملابسات ايه، وكل واحد بيقدم اخر ما عنده وما بيستخسرش نقطه عرق ولا مجهود يبذله تاني برغم كل اللي حاصل. ففي تقصير ما نقدر نقول من اللعيبه زي ما ذكرت كده كريم، ممكن يكون الجهاد والاصابات ضرب بعض النجوم المؤثره معاك دلوقتي. يعني انت كنت في احتياج عنصر او اثنين وثلاثه من اللعيبه الدوليين اللي هم بيعملوا لك الفارق. أيوة. وبيعملوا لك الخبره داخل المنظومه، فانت النهارده فقدت اللعيبه دي، لانك انت طبعا قرار الكابتن محمود الخطيب ان اللعيبه دي هتريح لنهايه الخمس مباريات اللي جايين، ومنهم لعيبه مصابه ولعيبه مجهده، فاضطريت تعتمد على الراجعين من الاصابه واللعيبه الموجوده اللي محتاجه فرصه مع وجود الناشئين اللي احنا عارفينهم الست لعيبه اللي هم كانوا موجودين معانا في كاس الرابطه ومن ايام مستر موسيماني، وبعدين مستر ريكاردو جه كمل بالولاد دول. الدوافع بقى بتاعت اللعيبه دي النهارده احنا مع الاسف يعني عايزين اكتر من كده، مش حاسينها. لان انت برضه كمان كنت بتشتكي انك انت مع مستر موسيماني مش واخد فرصه. فالنهارده فرصه متاحه بتبدا من بدايه المباراه، وبظروف وملابسات مش بتتكرر كتير بالسيناريو اللي حاصل بالظبط. وبعدين النهارده يعني ما بقاش في منافسه بينك وبين الاساسي، خلاص الاساسي موجود في الراحه او مصاب، فانت النهارده عايز فرصه. وبعدين لازم الناس دي تعرف، اللعيبه لازم تعرف، وتمام اللي احنا بنتكلم وبنقول وبنلمح في السيادات التحليليه او لما يجي نحلل المباراه بنقول ان فرصه للعيبه تثبت وجودها للراجل، لان الفتره الجايه في تقييم فني. ما هم عارفين الكلام ده بالزبط. يعني معلش برضو كابتن ماهر، هم عارفين الكلام ده. والكلام ده هو الراجل لما جه قال لك عليه وقال لك انا ماليش دعوه بلاعب نجم ومش نجم، على يعني ادي الكلام على الارض ما فيش حاجه اتغيرت. طيب يعني ما احنا السبب من وجهه نظر حضرتك وخبرتك على مدار السنين، لما يبقى لاعب عارف ان هو على المحك وان ممكن ان هو يعني انضمامه للنادي ينتهي او تعاقده مع النادي ينتهي في اي لحظه، وما زال برضه هو مش قادر يقدم افضل ما عنده، يبقى اكيد في مشكله كبيره. كابتن ماهر بتوصف او بتوصف المشكله دي بايه؟ اكيد اللاعب في النادي الاهلي مش متخاذل، اكيد هو مش عايز يقدم افضل شيء. في حاجه هنرجع تاني نقول ضغوطات، ولا الموضوع يعني ولا قصه مدرب وخطه بتتحط، ولا يعني خلينا نفهم من حضرتك بمنتهى الصراحه بقى. يعني هنتكلم مثلا على الشق التدريبي، يعني بالنسبه للراجل جه حط طريقه اللي هي 3-4-3 وديت مناسبه جدا مع المجموعه اللي موجوده الحاليه، لكن استراتيجيه التنفيذ للاعب يعني 3 مثلا مدافعين وبعدين باكين قريبين من الجناحين وبعدين 3 مهاجمين، 2 نص ملعب و3 مهاجمين. يعني امبارح مثلا من ضمن التحليلات للمباراه الطريقه ديت موجود فيها محمد هاني مع زياد، ما حسيناش في الشوط الاولاني الا بكروس، يعني 2 كروس عرضي من ناحيه محمد هاني وغير مؤثرين. يعني في تقصير في الاستراتيجيه او الجمل التكتيكيه اللي الراجل بنى عليها هذه الطريقه. الجنب الثاني في كريم وفي ميكيسوني، برضك ما حسيناش بالخطوره بتاعت الاطراف دي. ليه بقى؟ ما ده السؤال. هو هنا بقى اللعيب، لان الراجل بيشتغل، الراجل بيحط ايده على الجمل التكتيكيه وبيبدا يشتغل عليها في الوحده التدريبيه. طب مال اللاعب؟ ما لكن انا مش فاهمه. اللاعب بقى اللاعب يعني عايز اقول ايه؟ يعني ممكن يكون كريم مش في مكانه الباك ليفت، يعني كريم بيلعب باك رايت، بيلعب باك رايت مظبوط. مش قادر يساعد ميكيسوني. طيب وميكيسوني لما بيشتغل في الحته دي في خطوط عريضه بالنسبه له، ايه هي؟ لازم اعمل خلق مساحه ورا المدافع، اقدر اعمل هاف كروس، اقدر اعمل واحد ضد واحد، اقدر اصوب على المرمى، اقدر اخترق بمهاره فرديه. يبقى في حلول فرديه مختلفه. الحلول الفرديه والحاجات دي الجمل التكتيكيه مش حاسينها، احنا مش حاسينها. وبعدين بنلعب براس حربه واحد اللي هو احمد سيد غريب بالظبط، وبعدين على يمينه زياد قصير القامه، ميكيسوني قصير القامه، فلما بنعمل اوفرات عكسيه او كروسات عكسيه لو عدى السيد ميكيسوني ما بيلعبش بدماغه وزياد ما بيلعبش بدماغه، فبرضك بتاثر.
في التلت الهجومي بتاثر على الفرص. طب ما حدش بقى يصلح الوضع الخطا ده، ما حدش فاهم المدرب مثلا ان دي مش مراكزهم، فبالتالي مش مش او حتى لو مراكزهم بس ما بدونيش اللي انا عايزه. يعني انا لما اخش بين الشوطين في خطوط عريضه بقول انا محتاج يا جماعه الجبهه اليمين دي تعمل لي مثلا في الشوط الاولاني 10 كروسات، الجبهه الشمال محتاجه في الشوط الاولاني تعمل لي 10 كروسات اتعمل منهم مرتين ثلاثه، اخش بين الشوطين اقول لا انا عايز زياده اكتر، عايز فعاليه اكتر. النقطه الثانيه كمان انك انت ممكن في اوقات بتختار طريقه تناسب الاجواء اللي موجوده، بمعنى ان انا ممكن اغير الطريقه من 3 4 4 من 3 4 3 ل 4 4 2 العب راس حربه ثاني زي حسام مع سيد، يبقى في عنصر طول بيجدوا العاب الهواء. يعني دي برضك حاجات مهمه جدا تكتيكيا من الراجل الحقيقة. ومنطقيه ولعبنا بيها قبل كده، لازم افرضها لازم الجا ليها. حاجات تانية يا كريم نواد، التصويبات اللي من خارج ال 18 قليله جدا. في زون ديفنس معمول من المقصه، لان دي امكانيات المقصه، عارف انه بيقابل نادي البطولات نادي القرن، عارف النادي الاهلي خطير، فمقفل ثلاث خطوطه موجوده في التلت في ال 30 يارد الاخر، فمقفل ومقفل على مفاتيح النادي الاهلي. لكن انت عندك في استراتيجيه تخترق بيها التكتل ده، ومنها مثلا التصويبات خارج ال 18. شفنا الشوط الاولاني مثلا على استحياء يانج مره بالظبط. طب ليه فخري مره، لازم اخش بين الشوطين اقول للعيبه يا جماعه يانج انا عايز 10 مرات، فخري عايز خصوصا يا كابتن همام انت بتلعب مع برضو تاني فريق في جاب كبيره قوي بينك وبينه، وهو بيلعب على خلاص هو دلوقتي دور تاني، وانت بتتكلم في يعني ما انا مش عارفه يعني. فالنهارده برضك خد بالك انا هودي يا كريم، المقصه نزل واخر الجدول ونتائجه كانت سلبيه في المباراه اللي قبل كده، لكن هو دلوقتي بيعرض بضاعته، كل لعيب في المقصه دلوقتي بيعرض بضاعته للفرق اللي طبعا طبعا وده مشروع طبعا جدا فيها شيء من حلاوه الروح بالظبط، حلاوه الروح. شوف طبعًا بقى القضادات اللي بيعملوها علينا، وشوف الضغط والزحلقه اللي بيشتغلوا عليه. بس ده كان متوقع كابتن ماهر قبل المباراه يعني، اكيد طبعًا كان طبعًا لازم سواريش قاري ده كويس. طبعا محاضره المباراه والاعداد للمباراه اكيد الراجل قال يا جماعه خدوا بالكم النهارده المقصه صيد مش سهل، النهارده المقصه هيبقى له انياب، بيعتمد على الزون ديفنس، بيعتمد على الكونتر اتاك. ناخد بالنا يعني حتى كمان الثلاثي اللي ورا بالنسبه لعبد المنعم وبالنسبه لرامي وبالنسبه للمتولي مرتين المقصه راحوا بكونتر اتاك. يعني لازم ناخد بالنا براس حربه واحد، يبقى لازم واحد بيمسكه وواحد مغطي من وراه، يعني حتى كمان في ثغرات دفاعيه للثلاثي الورا اللي هم عندهم خبرات، الثلاثه دوليين طبعا ما بنقللش من قيمتهم بالعكس، لكن بنقول ناخد بالنا يا جماعه. طيب خلينا بعد اذن حضرتك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع، وما نرجع يعني احنا اكيد هنكمل كلامنا في النادي الاهلي، وان كان برضو يعني ولو لدقائق عايزين نروح لمنظومه كره القدم المصريه بشكل عام، وكلنا شايفين ان فيها عوار صريح الحقيقه، والعوار ده يستدعي خطوه اصلاح. تمام، فمن ضمن خطوات الاصلاح زي ما هو حصل في النادي الاهلي كده والدفع بالناشئين، بس فكره كلاتنبرج جلب يعني حد مسؤول عن الملف التحكيمي، فكره جلب اثنين مدربين واحد برازيلي وواحد برتغالي للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، هل دي تعتبر من ضمن خطوات الاصلاح ولا لا؟ نسمع اجابه حضرتك بعد ما نرجع من الفاصل. اتفضل. امبارح اتحاد الكرة أصدر عدة قرارات، وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن ماهر إن منظومة كرة القدم المصرية يمكن مش أول مرة برضو هنتكلم فيها، اتكلمنا قبل كده كتير وغيرنا اتكلم ولسه هنتكلم، فكرة إن احنا عايزين تطوير، والتطوير فعلا بدأ كده يبقى ليه ملامح ببعض القرارات اللي جت والمدربين اللي تم استقطابهم وغيره وغيره من الفكر الحديث إلى حد ما اللي احنا ما كانش عندنا في الفترة اللي فاتت. البشاير كده بتقول ايه من وجهة نظرك كابتن ماهر؟ هل احنا فعلا كده في اولى خطوات اصلاح منظومة كرة القدم المصرية مع التطوير المطلوب؟ ده الشق الثاني برضو القرارات الصادرة من اتحاد الكرة الخاصة كمان بالمدربين، لو هو العقد خلص او يعني مشوه ما يقدر ان هو ينضم بعد كده لنادي تاني، لو هو اللي مشي ما يشتغلش ابدا مع اي نادي في مصر، فبتشوف ده ازاي؟ يعني احنا من فترة طويلة جدا ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا من السبعينات ومن الستينات عندنا مشاكل ادارية في بالنسبة للمنتخبات وعندنا مشاكل من فنية. الستينات كابتن شاذلي كان في تصريح الله يرحمه على صفحته قبل كده اتكلم على ان من سنة 60 واحنا عندنا اخفاقات بالنسبة للمنتخب المصري
انا سنه 79 قلت الكلام ده برضك في منشط في مجله من سنه 60 ده كتير قوي كتير. ف يعني بدانا نتحرك بس بنتحرك يعني احنا من سنه 60 اتحركنا 2022 عندنا اخفاق بالنسبه للمنتخبات بشكل كبير جدا على الالفيه الجديده ربنا هيكمل ان شاء الله من ناحيه 100 سنه ويبقى زي الفل والله. انا اودي يا كريم فطبعا دي معلومه ما كنتش اعرفها ان احنا من سنه 60 لا حقيقي والله يعني عايز اقول لك ان اللوائح ما بتتغيرش يعني من سنه 60 ليه؟ ليه السؤال ليه؟ ما هو سبحان الله يعني احنا بنربط على حاجه سبحان الله فعلا وبنحيي سبحان الله فسبحان الله بنربط على حاجه خلاص بنفضل عليها لحد ما نموت. فطبعا اتحاد الكوره يعني النخبه اللي موجوده يعني فيها اثنين لعيب الكوره كابتن حازم وبركات وجمال علام فقروا الفترة اللي فاتت دي في تطوير الكرة المصرية ان هم استقدموا طبعا مدير فني للمنتخب الاول بعد طبعا يعني عايز اقول الاخفاقات اللي حصلت يمكن مع كابتن حسام البدري وبعدين مع ايهاب جلال. وانا شايف ان ده كان صعب جدا على المدير الفني المصري ان مفيش حماية يعني احنا ما خدوش فرصة وخاصة كابتن ايهاب جلال يعني بصراحة الحق يقال وقلنا الكلام ده على فكرة علشان الناس ترجع لليوتيوب هو ملحقش. هو ما عملش حق يعني ما احنا يعني نختار من الاول يا ما نختارش بس لما نختار نبقى قد اختيارنا الراجل لسه ما كانش يعني هو ينفع تبقى كرة القدم المصرية حقل اختبار؟ لا طبعا صعب كريم صعب جدا وفي ظلم واقع على الاثنين المدربين دول بالذات. انا بتفق يعني انا كان في رأيي بالنسبة لإياد جلال انا كنت اديله المنتخب الاولمبي يعني في مقوله في اتحاد الكره يقول لك ايه لما اجي اختار المدير الفني لازم يكون عنده خبرات منتخبات. ايوه صح. فالنهارده احنا شايفين ان ايهاب جلال كان من المدربين الواعدين. ايه المانع ان انا اديله المنتخب الاولمبي زي ما عمل حسام البدري قبل كده اديله المنتخب الاولمبي ثم انقله للمنتخب الاول. وجهه نظر محترمه. فالنهارده في ما شاء الله في حزمه من المدربين الاجانب كتير قوي انا شايفها يعني بس صراحة. ربما ده يعني مؤشر جيد ربما انت في حاجه انا معاكي الفريق الاول انا معاكي والراجل بتاع الفريق الاول هو يقدر يخطط يعني احنا جايبين راجل بتاع الفريق الاول ثم جايبين للمنتخب الاولمبي ثم جايبين التحكيم ثم بنفكر في تخطيط للقاعده اللي تحت اللي بس انا مش شايفه ده وحش يعني انا مع الراي اللي مش شايف ده وحش انا معاكي لكن حتى ولو لفتره الاصلاح المطلوب بالظبط يعني انا بقول ان الراجل الاولاني ده هو الهيد يقدر يخطط لنا يقدر يقول بالنسبه للقاعده بالنسبه للمنتخبات اللي تحته الربط بينه وبين الاجهزه الفنيه. فكنت اتمنى يبقى الاولمبي مصري والشباب موجودين الحمد لله الشباب مصري ان شاء الله ينصلح الحال وكل الامور المنطقيه اللي كلنا عايزينها وبنرغب فيها تتحقق الفتره اللي جايه. احنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا كابتن ماهر. الحمد لله على السلامه الله يسلمك ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي الفتره اللي جايه يا رب يا كابتن ماهر نتمنى ذلك ويعني وان شاء الله الفتره دي تعدي سريعا ونرجع مره ثانيه للاهلي اللي احنا نعرفه ولغيرنا يعرفه على فكره بالمناسبه. يعني هنروح فاصل نرجع وهيبقى في فقره طبيه هتكون معايا بعد الفاصل ونشوف حضراتكم بعد كده ان شاء الله انا وكريم في حلقه جديده بكره باذن الله. برحب حضراتكم في الفقره الاخيره زي ما قلنا بننوه هتكون معانا دكتور ريام الحياوي وهي استشاري التغذيه العلاجيه وملف مختلف هنتكلم عن خمول الغده الدرقيه وهي اصلا الغده الدرقيه ومسؤوله عن ايه ولما بيحصل لها خمول ده هل بيؤثر على نسبه الحرق في الجسم ولا لا نعالج ده ازاي نعمل ايه يا دكتور ريام؟ صباح الفل صباح الفل بجد منورانا والله ميرسي يا حبيبتي. يعني موضوع مهم جدا جدا لان في بقى نقطه هنتكلم فيها النهارده مش ناس كتير تعرفها فحابه ان احنا نوضحها النهارده. اتفضل. الغده الدرقيه من اهم الغدد في الجسم هي المايسترو، عايز اقول لك بقى هي المايسترو مش ناس كتير عارفه المعلومه دي وان هرمون الثايرويد هو متحكم بدور كبير جدا في معدل الحرق. أوكي. فده حاجه ما ينفعش نغفل عنها. طب مش بس كده المعلومه اللي مش ناس كتير تعرفها ايه هي؟ المشكله دايما مش بتكون في الغده نفسها. بتكون في حاجات تانية بتؤثر بطريقة قوية جدا على الغدة فناس بتعمل التحليل تلاقي ان هرمون الثايرويد عندها كويس معقول لكن هي عندها مشاكل تانية في الجسم سواء في الكبد او في الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلى او في معدل الاستروجين انه عالي عند الرجال او السيدات على فكرة وارد ان ده بيحصل بعيدا عن الجزء الطبيعي. يعني احنا كسيدات الاستروجين عندنا في جزء معين في وقت معين من الشهر مع الدورة الشهرية بيعلى شوية ده جزء طبيعي ربنا خلقه لكن في زيادة غير طبيعية بتحصل
عند ناس كتير يعني هو نتيجة ان هم ياخدوا الصويا، سواء فول الصويا، لبن الصويا، جبنة التوفو لبن الصويا، من باب ان دي حاجة يعني اسلوب حياة افضل شوية، ان انا اخد مصدر بروتين بصورة نباتية. أوكي. فده بيعلي الاستروجين، وبيكونوا مش عارفين خالص ان ده تأثيره ايه بقى. تأثيره ان الغدة بتطلع الهرمون اللي هو الثيرويد، بس للأسف ما بيروحش يتنشط في الكبد بالطريقة الطبيعية، او ما بيروحش الاماكن الطبيعية المفروض يشتغل فيها، فبتأثر علينا تأثير سلبي جدا. اللي هو بيتقال الميتابوليزم بسيط، حرق بسيط، مع ان الغده شغاله اللي هي الغده الدرقيه والثيرويد بيطلع عادي جدا، بس عندك خلل من الثلاثه اللي انا قلتهم في جسمك، فانت بتدوري في حته ومش فاهمه انت ايه. الغده كويسه يا دكتوره، انا ليه ما بحرقش؟ عشان غالبا لو انا مش بتعامل مع دكتور يعني يقدر يحلل جسمي بطريقه فعلا فاهم ان في يا جماعه ان الغده دي مرتبطه ارتباط وثيق بالثلاث عناصر دول، فابتدي اعمل فحوصات ادور ورا الحاجات دي، لان بنسبه كبيره هيكون فيها مشكله هنا. طب ايه الفرق ما بين السمنه والغده الدرقيه والشعور بالخمول؟ يعني الثلاثه بتهيألي ممكن يكونوا مرتبطين، وبيعاني منها فئه كبيره من الناس جدا. لان انا لو الغده نفسها فيها خمول، في السيناريو بقى الثاني ان انا الغده نفسها فيها خمول، عندنا يا غده نشيطه يا غده خامله. طب الخامله دي بتعمل ايه؟ زي كلمه خاملة، هتلاقي دايما نقص الهرمون ده، الحرق عندك فيه خمول ضعيف، جسمك في حاله سلاج. سلاج يعني ايه؟ حاجه واقفه ما بتتحركش حرفيا، بيبقى ده التشبيه الحقيقي. عندك خمول مش قادره تتحركي، عندك اوجاع دايما في جسمك، فانت تعبانه طول الوقت، مش نشيطه خالص، بتنامي فترات اطول، شهيتك مفتوحه وبتاكلي اكتر. والعكس صحيح للناس الغده عندهم نشيطه، هتلاقي كل اللي انا قلته العكس تماما، بياكلوا مش باين عليهم، هايبر اكتيف، كل ده بيكون موجود. طيب يبقى ده الجزء اللي مرتبط زي ما انت قلتي بحاله التعب، وفي نفس الوقت الحرق القليل، وبالتالي مرتبط السمنه اللي بنلاقيها عند معظم الناس. هو الناس اللي بتاكل 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 دي وما بتتخنش، ده بيبقى اللي هم موجودين يعني وسطنا وبحسهم من المحظوظين. بس ده بيبقى عندهم الغده يعني سليمه بنسبه كام، ولا معدل الحرق بيبقى وراثي هو مولود كده؟ بصي اسبابها برضو مش حاجه واحده، بس طبعا لو احنا دلوقتي النهارده بنتكلم عن الغده، فبالتالي الناس اللي عندها الغده يعني هو نشطه وزايده نشاطها اكتف، هتلاقي طبعا حرقهم عالي جدا جدا، بدليل ان هم بياكلوا كميات كبيره من الاكل لو قادرين، لان برضو زي ما قلت لك شهيتهم مش دايما بتكون مفتوحه. بس هو لو قادر ياكل كميه اكل كويسه بيحرقها بسرعه عاليه جدا حتى من غير اي رياضه، وهو هايبر اكتف، هو مش بيعمل رياضه من اجل الرياضه، بس هو حركته العاديه اليوميه بتحرق جامد جدا، وجسمهم بيحرق حتى هم قاعدين. الاوفر ثينكرز، الناس بتفكر كتير برضو، ده ممكن يكون نسبه الحرق ليه علاقه ولا؟ بعض الناس لان للاسف برضو الناس الاوفر ثينكرز، او خلينا نقول بقى الستريس كنا لسه بنتكلم ان الغده الكظريه اللي هي فوق الكلى اللي لسه قايلين من شويه ان هي بتؤدي الى خمول الغده الدرقيه او الثيرويد، للاسف بقى الاستريس وتفكير كتير يا نهاوند، ممكن تكون انت ما بتاكليش كتير لو انت شهيتك مش مفتوحه وعندك مشكله في الاستريس، بتاثر على الغده دي، بترفلكت على طول على الثيرويد ان هي تقلل يعني بتقلل نشاطها وحرق الجسم. فالناس اللي عندها استريس الطبيعي ان حرقها يكون مش حلو، مش افضل، يعني يتخنوا اصلا. بالظبط، هو بس الفرق الوحيد ان انت لو شخص بيبقى عندك استريس فما بتاكليش، ما عندكيش ايموشنال ايتنج، فانت بتبقي متوتره ومتضايقه، فاكلك بيقل عشان مالكيش نفس، ده الشخص الوحيد غالبا اللي بيخس. غير كده او لو طبعا يعني ربنا يعافي الجميع، الاستريس ادى الى السكر. في ناس كتير خلي بالك بيجي لها ستريس جامد جدا، ده ضمن الحاجات الاساسيه ان الناس تصاب بالسكر النوع الثاني. يقول لك انا يا دكتور اكلي صحي، بلعب رياضه، بس انا شغلتي فيها ستريس جامد جدا، ما كنتش اعرف ان انا عندي السكر، اكتشفت ان انا عندي سكر. فده برضو السيناريو اللي بيخسس، ده يعني زي افه بشعه. بالظبط يعني كده، ممكن يؤثر. بس دايما بيقولوا ان الصحه النفسيه ما ينفعش ان انت حتى تفصليها عن الصحه البدنيه، بالعكس ده مكمله ليها. لو الواحد صحته النفسيه كويسه وعنده مشكله عضويه، ممكن ان هي كمان تجيب نتيجه ايجابيه. ده جدا عايزه اقول لك، انا يعني الحمد لله بقالي 12 سنه بتعامل مع مرضى الاورام بريت عالي جدا. احنا الجزء السايكولوجي عامه في نسبه تعافي من الاورام، خصوصا لما يكون هي الحمد لله نسبه البروجنوزس فيها كويس، عايزه اقول لك بيفرق بنسبه 60% تقريبا، مش اقل من كده، مش 50 حتى في المية. فلا المعلومه دي حقيقيه جدا. طيب سواء بقى حد عنده حاله نفسيه وحشه، غده درقيه شغاله او مش شغاله، عمل التحاليل ما لقاش مرض مزمن او لقى مرض مزمن، هل في منتج نقدر من خلاله نقول ان مع كل الكيسز دي اقدر ان انا اساعد على فكره حرق الدهون وبشكل سليم وما يبانش عليا الارهاق؟ لان في ناس بتخس بتعمل دايت ويبان عليهم، تيجي تبص له كده تقول خسس، بس تمالك يا ابني انت عيان. دي عشان نبعد عنها نعمل ايه؟ ومنضايقهم يعني، هم يبقوا خاسين وفرحانين بالخسيه ومبسوطين كده، فعلا شكلك عيان فكده.
بيظهر له كل حاجه. اه بالظبط، دي عايز اقول لك حاجه مشهوره جدا. لا انا النهارده بقى هكلمك على حاجه الحمد لله، الحمد لله بتجارب عدد كبير جدا من الحالات، ومش بس كده التجارب والابحاث ووزاره الصحه، لان انا بتكلم النهارده عن حاجه الحمد لله هي يعني هايلي ريكومندد. ليه بقى؟ لان هي منتج طبيعي 100% قائم على الالياف، مجموعه من الالياف، قشور السيلينيوم، رده القمح، الشوفان. دول الهواند الثلاثه مع بعض بيعملوا ماده مالئه في معدتنا من غير اي تاثير على مخنا ولا على اي هرمونات في الجسم ولا اي شيء. فبالتالي اكل حضرتك نزل للنص، وبعض الناس كمان اللي عندها يعني حماسه كويسه ومتحمسه، انا بادئه الكورس بيستا مع القلب مالتي فيت، عامله حاجه حاسس ان هو مهتم بنفسه ومتابع مع التيم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه والصفحه، اسبوعيا متابعه اسبوعيا. ودي حاجه انا بكون حريصه ان احنا ما نكسلش ابدا ان احنا نعملها، عشان الاقي دايما اللي يوجهني ان انا لو في مشكله انا بغلط في حاجه مع المنتج فيرشدني للصح، فابقى ماشيه باخد اقصى استفاده منه. طيب انا هاخد البيستا اللي هو كيس يومي يعني يوميا مرتين لثلاثه على حسب باخد وجبتين اساسيتين ولا ثلاثه قبل كل وجبه بنص ساعه لساعه نهاوند. طب ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا طعمه حلو، صفر سعرات حراريه، فانا خدت الالياف بصفر سعرات حراريه. انا هروح وقت اللي هاكل فيه، انا دلوقتي طالبه اوردر في شغلي، خلينا نقول السيناريو الكومن جدا ان انا قاعده في الشغل كده فعلا وطالبه اوردر فمش باكل اكل صحي قوي. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيجي الاوردر اللي حضرتك خدتيه بس انت واخده بيستا، مش هتبقي قادره تاكلي، فهتاخريه ساعه او ساعتين. يعني انا اخد ممكن الناس اللي بتشتغل وفترات كتير بتبقى قبل بيتها، قبل ما يعملوا الاوردر ياخدوا او مع عمايل الاوردر بياخد تقريبا نص ساعه الا ربع بالظبط، ياخدوا بيستا مع ميه. هيتفاجئ ان الاوردر جه، لو كان متلهف وجعان وقاعد مستني يطلع غول بالشغل كله في الاكل ده، هيلاقي نفسه انا مش قادر اصلا اكل دلوقتي، فهياخر الوجبه بتاعته ساعتين فعدد وجباته في اليوم او هياكل نصها وبعدين نصها بعد كده، فهيبقى الوجبه الواحده اتقسمت على اتنين بالظبط. يبقى انا في الاخر النتيجه ايه؟ قللت عدد وجباتي، بقت هي وجبه واحده. انا وصلت للنتيجه دي زي ما قلت لك بالالياف المالئه اللي هي بتنفخ في المعده بتاعتي زي البالون. ومش بس كده، فيها ميزه رائعه بقى يا نهاوند بصراحه. دايما اكيد بتسمعي من كل الناس حواليكي شكوى الدايت المرتبط بالامساك المزمن، دكتور انا من ساعه ما خدت ورقه الدايت وانا عندي امساك وما بخشش التواليت، ودي حاجه مقرقاني ومضايقاني. بتحصل مع بعض الناس بالظبط. لا، الالياف الموجوده في بيستا بتنظم عمليه الهضم وحركه الامعاء، فبالتالي هي دايما بتخلي القولون العصبي مرتاح، والناس اللي عندها مشاكل في الهضم هي افضل كتير اصلا جدا. يعني انت بتخسي وفي نفس الوقت بتعالجي بالظبط كده، وده اللي انا دايما بقوله. طب ايه تاني في الالياف؟ من انك بتتكلمي بقى عن المعالجه، الالياف العاليه جدا يا نهاوند دي بتعمل ايه بقى؟ بتنظم مستوى الدهون في الدم، فمثابه السفنجه اللي بتمتص الدهون اللي زايده في الدم زي الكوليسترول، بتعمل ايه؟ بتخلي مستوى السكر في الدم للناس اللي عندها مقاومه انسولين او مصابه اوريدي بالسكر النوع الثاني، بتخلي الالياف اللي في الدم دي سكرك ماشي بلاتو ثابت، مش كيرف طالع نازل. ما هو ايه اللي بيطلع الانسولين جامد جدا؟ ونقول في ناس عندها مقاومه انسولين، ان انت بتدي لجسمك دفعه من النشويات والسكريات عاليه، يبتدي الانسولين يطلع للقمه وبعد كده ينزل تاني على طول، فتحسي فالواحد يجوع بسرعه قوي. فانت حليتي المشكله دي ونظمتي مستوى السكر في الدم، فانا كمان مش بس كده انا بعالج الامراض المزمنه. طيب انا اسالك بقى حاجه، عشان ايه برضو طبيعه مجتمعنا يعني وثقافتنا، احنا بنحب الحلويات. في شعوب بتحب الحلويات، احنا كمصريين بنحب الحلويات بصراحه كلنا. يعني هنقول 90% حلو، فشعب بيحب الحاجات الحلوه والسكريات والكلام ده كله، فصعب انك تيجي تقولي انا هحرمك منها طبعا. او بيبقى بتاثر في نفسي والممنوع مرغوب، هتلاقيه يعني بيروح له اكتر وفي رمضان وفي الاعياد، فده بارت من الكالتشر بتاعنا. دلوقتي انا لو شخص اكيل بمعنى صح اكيل حلو، ووجبتي فيها بسبوسه وفيها حاجات حلوه كتيره مع الوجبه الاساسيه، عادي بيستا هيأثر ولا لازم كده ازود الدوز ولا اعمل ايه بالظبط؟ طيب السؤال ده بقى حلو جدا. ليه؟ لانه بيرد على الحته اللي كنا بنشرحها دلوقتي، انا مش هحرمك من الاكل، يعني انا مش هقول لك ما تاكليش، بس هقول لك انت كميات اكلك هتقل. انت مثلا شخص متعود يوميا بياكل حاجه قطعه من الحلويات، نص الكميه مبدئيا دي اول خطوه هتحصل من غير ما اقول لك ما تاكليهاش، كلتيها باي ديفولت كده تلقائي. طب ايه تاني؟ انت واخده منتج عالي جدا بالالياف، فهو عمل زي ميزان مع السكر اللي هو بيعلى وبيزود الانسولين وبينزل وبتجوعي بسرعه، انا خليت فيه مستوى عالي في جسمك من الالياف، فابتدى يعمل منظومه البلاتو اللي انا صحيح كلت شويه سكر. هقول لك دي شبه ايه يا نهاوند؟ انا دايما زمان كنت بدي للناس اللي هم عندهم ادمان في اكلهم العادي للسكريات وبالذات الشوكليتس، كنت بديهم دايت فيه شوكليتس، ما بحرمهمش خالص، بس كنت اقول لهم جنب الشوكليت لما هتشتروها اوعوا تاكلوها غير ومعاكي لانش بوكس في شغلك او في اي حته فيه خضروات. ده انا كنت بمثل فيه الالياف قليله السعرات على عشان يعمل بالانس لحد بالظبط. انا دلوقتي بعمله بيستا كماده مالئه بقى فعلا،
ماده ما فيهاش اي سعرات حراريه وفي نفس الوقت بتساعد على الخصيه من 8 ل 12 كيلو شهريا. وطبعا الخضروات مش هتعمل كده، دي قصه ثانيه. انت بتتكلمي في يعني برسنتج رائع، ده ناس بتعمل عمليات عشان تخس 10 و12 بالزبط. كيلو بالظبط، وتعمليها وبسعر اقتصادي جدا عايزه اقول لك. وفي نفس الوقت في تيم متابع معاكي من خلال الارقام اسبوعيا، فانت عندك كل ده وبتعمليه اونلاين وانت قاعده في بيتك. واخد تصريح، واخد تصريح من وزاره الصحه طبعا، وعليه كل الابحاث. ومش بس كده، زي ما بقول لك عندي نسبه كبيره جدا من الحالات سواء اطفال من سن 13 سنه او الناس المصابه باي امراض مزمنه، الحمد لله يا رب حصل نتيجه رائعه جدا ان انا مش بس بخس، لا انا بظبط صحتي. حلوه قوي. طيب احنا دايما مع النظري بنحب نشوف عملي، خلونا نروح نشوف كيس هتتكلم بنفسها، هي اسمها اسراء، تحكي لنا قصتها ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعه، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. حلو ان احنا كمان نسمع يعني بوداننا ونشوف كيسز وناس جربت هذا المنتج وعمل نتيجه معاهم ازاي. كمان هي بتتكلم برضو في ويت او يعني وزن نزلته محترم، رقم دي حقيقة. رقم محترم. طب على الصعيد الثاني بقى، الناس اللي عايزه تخس 3 و4 كيلو، الحاجات اللي هي التظبيطات بعد الصيف، بنتخن 2 3 كيلو برضو بيستا جدا بقى، بس هنقلل الدوز بتاعتنا زي ما قلت، عشان كده المتابعه مع التيم على الارقام شيء مهم جدا. ممكن تكوني محتاجه ساشه واحد قبل الوجبه الرئيسيه بتاكليها في اليوم، لان طبعا اللي زايد 2 3 كيلو هو مثبت وزنه طول الوقت، هو اكيد شخص مش الاكيل بالقدر الكبير يا نهوان، هو نتيجه الصيف والسهر واسلوب الحياه بيكون مختلف شويه. حتى النوم دايما بنتكلم عنه ان لخبطه النوم في فتره الصيف والسهر برده بتاثر على الحرق، فبيكون عامل مساعد اكتر ان احنا نزيد. فنقدر ناخد بيستا زي ما قلت لك، هو مش بس هيقلل الوزن بالطريقه اللي احنا عايزينها، هو بينظم حركه الامعاء وبيظبط دايما شعورنا بالجوع، ودي نقطه مهمه جدا. كويس، ان الشعور بالجوع ده ليه اسباب كتير جدا، منها اسباب نفسيه زي ما احنا اتكلمنا، وهي قالت كده فرق في نفسيتي، سمعتي فرق في نفسيتي كتير ان انا خسيت. احنا اصلا خسيتنا نهوان بتفرق في مودنا العام بطريقه كبيره جدا، فاحنا العكس صحيح، الزياده في الوزن من غير ما نحس، حتى لو حياتك ماشيه مستقره وده شيء طبعا صعب جدا، بس يعني مجرد ان انت تزيدي في الوزن الستات او الرجاله بقى بيأثر سلبا جدا على المود العام، خصوصا احنا صرحة مع بعض. تلاقي مثلا تخنتي 3، ايه ده انت تخنتي كده ليه؟ تقومي قايله اللي قدامك طب انت استفدت ايه بقى لما انت قلت لي انا تخنت؟ انت كده يعني للاسف احنا يعني صرحه مع بعض، فده بقى شويه يعني الكلمه الحلوه هتبقى مركزين مع بعض جامد، عيله واحده بقى نعمل ايه. طيب في ناس ممكن دلوقتي تتفرج تقول لك طيب هل الموضوع ليه علاقه بالسن؟ يعني نسبه الحرق طبعا مع السن الكبير بتقل، فهل الموضوع هيبقى افكتيف او ليه تاثير مع السن اللي فوق مثلا 60 فوق 50 زي 18 20ات؟ بالظبط كده، احنا دايما انا عايز اقول لك بقى في بيستا بالذات انا بتارجت الناس كبيره في السن. ليه؟ لان هم نسبه ان انت تقولي لهم اعملوا رياضه او حركه نسبه قلت جدا. دايما هنلاقي امراض مزمنه، مش بس كده، معظم الامهات المصريه الجميله هتلاقي في زياده في الوزن 30 40 كيلو، ضغط على الركبه، ودايما هتلاقي هي ما بتفكرش تقول لابنها او لبنتها انا عايزه اخس، هي ما بتلجاش ابدا غير لما عندها مشكله عظم وراحت لدكتور العظام وقال لها يا حاجه انت لازم تخسي، لان ركبتك مش هتتحسن غير لو خسيتي. فبتبقى جايه عندها حمل كبير جدا 30 40 كيلو، وعايزه اقول لك بنجيب نتائج رائعه جدا جدا، لان هي بقى مشكلتها ايه؟ الناس الكبار في السن اكلتهم مش دايما بتكون كبيره، هم حرقهم زي ما انت قلتي بيكون قل جدا. فانت بتعملي ايه بقى؟ انا بيستا في نقطه مهمه جدا عايزه اتكلم عنها، ودي اللي بتساعدنا قوي مع الناس كبار السن، وهي الكروميوم بتركيز 500 ملي جرام، فيتامين سي بتركيز 50 ملي جرام، والايركارنتين 30 ملي جرام. الكروميوم ده عمل ايه بقى؟ امتصاص النشويات اللي في الوجبه الواحده، هي دلوقتي الحاجه عامله طبق بقى ايه محشي، عارفه الحاجات الحلوه، مكرونه البشاميل، الحاجات بتاعت الامهات الجميله، الاكل المصري الجميل اللي الجيل الجديد ما بيعملوش قوي. فهي عامله الحاجات الجميله دي وكلت، خدت بيستا فكلت نص الطبق اللي كانت متعوده تاكله. دي اول حاجه حصلت، هي من غير ارادتها. كويس.
وكلت نص طبق. امتصاص النشويات اللي في الوجبه دي اصلا احنا قللناه جدا ببيستا بالكروميوم، فانا اوريدي قللت الامتصاص بتاع النشويات. ايه كمان؟ حفزت افراز الانسولين اللي هو بالتالي عمل ايه؟ قلل تخزين الدهون في الجسم، فانا كده عملت جزء تاني. الجزء الثالث بالفيتامين سي، وده المهم بقى، هي عندها نسبه دهون مخزنه في جسمها كبيره جدا، ومنطقه البطن هي خطر على القلب، السايكل اللي الناس للاسف بتخش فيها. انا الفيتامين سي خد الدهون المتخزنه عندها في الخلايا وطلعها واستخدمها كمصدر وقود في الجسم، فابتدت تفقد من دهونها هي الشخصيه وما تعتمدش ولا تحتاج للنشويات كمصدر طاقه. الله، ده يعني احنا بنتكلم ان بيستا ممكن ان هو كمان يساعد على انقاص الوزن في اماكن معينه، ان في ناس بتبقى مش كلها عايزه تخس، تبقى اماكن في منطقه البطن، الذراع، بالظبط الاماكن اللي هي الصعبه عاده يعني، فده اصلا ممكن يروح للجزء اللي فيه دهون اكتر ويخسسه. ده اكيد عشان هو بيبتدي يشتغل على الاماكن اللي متخزن فيها كميه كبيره من الدهون، عشان انا حولت، هو حول نظام جسمك اللي هو شبه الكيتو شويه، بس انا مش بدخل بقى دهون، هو بياخد الدهون اللي متخزنه في جسمك يحولها كمصدر طاقه. اه حلو ده جدا جدا. طب الحوامل بقى، يعني تيجي مثلا واحده حامل تقول لك ممكن اخد بيستا وانا حامل عشان ما زدتش قوي ولا خطر؟ بصي هقول لك حاجه، انا ما عنديش مشكله في بيستا مع الحوامل طول ما انا متابعه مع استشاري. ولا البيبي هيتخنق؟ لا 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 مش عايزه لا اكلها هيقل. عايزه الاعشاب. موضه زمان يعني هواند، اللي هي اللي انت لازم تاكلي كميه اكل كبيره عشان البيبي والكلام ده، ده كلام ليس له إيه اي اساس من الصحه. حتى في الرضاعه انت الاساس هو شرب السوائل، يعني ما فيش حاجه اسمها ان انت لازم تاكلي، والحاجات المفيده اللي هي قليله السعرات، يعني تاكلي ورقيات فيها سعرات عاليه، مش تاكلي مثلا شوفان وعيش بلدي كتير، رغم ان احنا بنقول عليهم صحيين بس فيهم سعرات عاليه. طبعا. فانا مش ضد ان احنا ناخده، بس دايما اي حد عنده سواء امراض مزمنه او كيس زي واحده حامل بترضى لازم تحت اشراف الطبيب اللي هي ماشيه معاه. يعني ممكن بس لازم تحت اشراف. بالظبط كده، بالظبط كده، لان زي ما بنتكلم مع بعض دلوقتي هي كلها حاجات طبيعيه 100% ما فيهاش اي شيء كيميكلز ممكن تاثر علينا، بس دايما بنصح تحت اشراف طبيب لو انا ماشيه مع استشاري بتابع اي مشكله عندي. كويس جدا. طيب هو فاضل تقريبا دقيقتين دكتور ريهام، فاحنا عايزين نستغل الدقيقتين دول برضو، ولو كده حد بيتفرج علينا وقاعد والكلام ابتدى يعجبه بس قال لك طب معلش برضو ايه اللي بيميز بيستا قوي مع كل اللي انتوا قلتوه ده، ان انا لو قدامي بيستا وقدامي منتج تاني نفس الفكره ما اخدش المنتج هو التاني. الكلام هيبقى اكتر من دقيقتين بس انا هحاول يعني احاول بقى. يعني بصي بيستا انا بصراحه انا كطبيبه يعني بيفرق معايا ان انا بتكلم عن منتج مرخص من وزاره الصحه، دي حاجه انا بتفرق معايا جدا. طبعا جداً. لازم. سعرها اقتصادي، التيست بتاعه سهل. حلو. سوري، وزي عصير التفاح، خليني اقول لحضراتكم بالظبط كده، بالظبط عصير التفاح بس قلبه كويس لان ويشربوا في ساعتها، لان في حاجه انا سمعتها برضو كويس ان انت قلتي المعلومه دي، بيسيبوه شويه يفتكروا ان مثلا هروح اعمل حاجات واجي اشربه. طب ما هو فكرته بيشتغل، هو بيعمل قوام معين في معدتنا، فاحنا بنشربه وهو لسه سائل عشان يعمل القوام ده جوه معدتنا، مش الكوبايه. يعني لازم تدوبوه كمان كويس، انا جربته قبل كده ما دوبتوش كويس، كان تقيل، لازم يدوب. دوبيه كويس واشربيه في ساعتها، دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان هو سهوله الاستخدام، احنا كلنا دلوقتي بنجري طول الوقت من الشغل او تمارين ولاد، انت مش فاضيه لنفسك، فانت لما تاخدي معاكي ساشت في شنطتك، شنطه ايدك، وقاعده في اي مكان كيس كده، بالظبط كيس بتدوبيه في كوبايه ميه بسيطه جدا في اي مكان هتكوني فيه، هيبقى سهل ان انت تعملي حاجه زي دي، فهو سهل. الحاجه الثانيه ان هو مش بس بيسد الشهيه بطريقه امنه، مش بتشتغل على المخ، هو فيه مكونات بتعمل ايه، بتساعد على ريشيبنج اللي انت لسه قايلاه، ان انا بشتغل على الدهون اللي في المناطق اللي مضايقاني، فانا مش بس بخس وبيبقى شكلي وحش، لا ده انا بنحت الاماكن اللي فيها دهون، فانا خسيت بشكل حلو. ومع بيستا ممكن اخد الب مالتي فيت كمكمل غذائي علشان يديني طاقه، علشان يعوضني عن اي فيتامين ممكن. مظبوط، مش بس محتاج. ممكن هو ضروري جدا، عشان كده انا عاملاه في صوره كورس بيستا مع الب مالتي فيت، عشان كل المشاكل اللي بيعاني منها اي شخص بيقلل سعراته وبيعمل دايت ما تبقاش موجوده، وهي تساقط الشعر، الضوافر، البشره البيل، زي ما انت قلتي مالك خاسس بس شكلك تعبان، لا انا بالعكس خاسس وصحتي وبشرتي وشكلي لا افضل بكتير. يبقى كورس اكيد يفضل ان احنا ناخد الب مالتي فيت مع بيستا، اكيد هيدينا نتائج كمان، هتبقى ملموسه كمان بعد شهر حضرتك كنت برضه ذكرتي ده. دكتور يامن نورتينا، واكيد لينا لقاء تاني وملف كمان في غايه الاهميه هيكون للساده المتابعين. بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله 10 الصبح في الاهلي.